عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بس. تفضل. رجلا يعني أسلم، كان يعني من أوروبا، رجل أسلم وتزوجته امرأة، فكان في أول الإسلام فطر يعني كام يوم، ولكن سرا يعني زوجته خدت بالها إن هو أفطر، كان في أول إسلامه يعني. وبعد ذلك؟ وبعد ذلك هو مات ولم يخبرها يعني بموضوع الزواج، فهي شايفة إن هي وفاء منه، وفاء منها انها تصوم عنه ولا تقضي، ولا مثلا ولا تطلع مثلا اطعام ولا حاجه. لا تفعل شيئا. هي رأيته يعني يخطر سرا في اول اسلام. ايوه لا تفعل شيئا. لا تفعل شيئا. لان من مات عليه صلى الله عليه وسلم عنه ولي، ليس هذا منزلها.